تم بنجاح أول عملية زراعة أعضاء تقوم بها هيئة الصحة لمواطن ومواطنة، يعني المواطن عمره 27 سنة والمواطنة المتبرعة وهي شقيقته عمرها 24 سنة، وأشرف عليها فريق طبي الحقيقة من 25 شخص بقيادة أيضا كوادر مواطنة الحمد لله. والحمد لله يعني تم نجاح العملية، وهذا يشجعنا لإنشاء الحقيقة مركز متخصص لزراعة الأعضاء ليس على مستوى دبي بل حتى على مستوى المنطقة. طبعا قبل العملية كنت حالتي تتدهور يوم بعد يوم، واختي يعني اشكر اختي انها تبرعت لي خلال هالفترة. خلال اسبوعين خلصنا البوصات وكل شيء ووافقوا على العملية الحمد لله. الحين انا حالتي احسن وافضل عن قبل.